الكرام واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج اوروبا في فلسطين. اليوم رح تكون زيارتنا لمدينه القدس ونعيش الاجواء الرمضانيه فيها ونشاهد اضاءات على دعم الاتحاد الاوروبي لقطاع الصحه. رح تتضمن حلقتنا معلومات جديده واسئله وجوائز قيمه للمشاركين معنا مقدمه من الاتحاد الاوروبي. خليكم معنا. كيف صحتك؟ الحمد لله. سؤال حلقتنا لليوم هو كم عدد المستشفيات الفلسطينية في القدس؟ 7. المقاصد أنا بعرف، وهذا سمعته مش من يعني من شرم. 3. 10 تقريبا. 5. 10. 15. حوالي 7. 28. 5 يعني؟ 25. مستشفيات المقتنع والمقاصد. 9. متأكدة؟ 3. مبروك، ربحتي معنا جائزة بقيمة 50 يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. وكل عام وانت بخير. مبروك وبالسلامة. شكرا لك. فاصل صغير وراجعين لكم، خليكم معنا. أوروبا وفلسطين شراكة وجوار. كل عام بخير، رمضان كريم. أنت بخير، صحة وسلامة. كل عام بخير. سؤال حلقتنا لليوم هو متى تأسست الوكالة الأوروبية للأدوية من قبل الاتحاد الأوروبي؟ ما شاء الله. 1985. 1930. 67. والله ماني عارف. 1960. معرفش. 1920. 1977. 1915. 1850. 1995. مبروك، ربحت معنا جائزة بقيمة 50 يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. شكرا شكرا كثير. كل عام وانت بخير. أعزائنا المشاهدين، يعمل مستشفى المقاصد والمطلع الأوروبي على تقديم الخدمات الطبية بأعلى مستوى واستقبال المرضى من جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، ويقدمان العلاج للحالات المعتادة والمعقدة، كما يوفران مكانا لتدريب طلبة الطب والتمريض. قام الاتحاد الأوروبي بدعم هذه المستشفيات بالقدس الشرقية من أجل المساعدة في تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة وتطوير المستوى التقني للأجهزة الطبية. تفاصيل أكثر عن هالدعم بنشوفه في التقرير التالي. أوائل وأقوى الداعمين للقطاع الصحي في مدينة القدس، وبدأ هذا الدعم منذ سنوات عديدة تركز على بناء قدرات المستشفيات المقدسية لدعم النظام الصحي الفلسطيني وتكميل ما هو غير موجود داخل النظام الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. هناك شبكة في القدس اسمها شبكة مستشفيات القدس الشرقية، هاي الشبكة تضم 6 مستشفيات، أكبرها طبعا مستشفى المقاصد. قدم الاتحاد الأوروبي دعم
لهذه الشبكة؟ أهم إشي ما تركز عليه في دعمهم هو قضية الجودة وبرامج الجودة، وكان هذا دعم أساسي للرقي بهذه المستشفيات لكي تحصل على برامج جودة عالية، ومنها اللجنة المشتركة العالمية لاعتماد المستشفيات اللي هلأ حصل عليها 4 مستشفيات في القدس الشرقية. شهادة الجي سي آي تعني أن الخدمة التي يقدمها المستشفى هي خدمة مميزة وآمنة للمريض، وهي شهادة عالمية. الاتحاد الأوروبي دعم مستشفى المقاصد عن طريقين. الطريق الأول اللي هو الدعم المباشر للمستشفى، واللي كان في السنوات تقريباً 2003 2004 2005، وكان عن طريق دعم مادي مباشر لدعم الموازنة العامة في المستشفى، بالإضافة إلى دعم بعض المشاريع مثل تنمية البنية التحتية لشبكة الحاسوب في المستشفى، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الحاسوب في المستشفى. هذا الدعم المباشر لمستشفى المقاصد. أما الدعم الآخر فهو دعم عبارة عن طريق تقديم الدعم اللوجستي والمادي والمعنوي لشبكة مستشفيات القدس الشرقية. أهم شيء عماله بيعمل الاتحاد الأوروبي هو مساعدة في دعم مرضى السرطان داخل مستشفى المنطقة، وهذا إنجاز هائل للشعب الفلسطيني، لأنه مرضى السرطان علاجهم مكلف جداً، والمداخلات الطبية فيهم صعبة ومعقدة جداً، لأن المستشفى متخصص في علاج مرضى السرطان، وهو المستشفى التحويلي الأكبر لوزارة الصحة في علاج السرطان. أوروبا وفلسطين، شراكة وجوار. مكملين معكم مشاهدينا الكرام، وسؤال حلقتنا لليوم هو: كم بلغت قيمة المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي مع نهاية عام 2013 لمستشفيات القدس الشرقية؟ خلينا نشوف إجابة المشتركين. 30؟ ما عندي فكرة يعني. 50 مليون، 10 مليارات، 50-45 إشي زي هيك يعني. أنا بعرف 35 مليون، 30-40 مليون، 50 مليون، 50,000 مليون، من 52 إلى 53 مليون يورو، 13 مليون يورو. متأكد؟ يعني حجز معلومات إن شاء الله. مبروك، ربحت معنا جائزة بقيمة 50 يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. يلا مبروك، رمضان كريم. سؤال حلقتنا لليوم: متى تأسست مستشفى المطلع؟ مستشفى المطلع على ما أعتقد 1950. متأكد؟ إن شاء الله. شو إجابتك؟ 1950. مبروك، ربحت معنا جائزة بقيمة 50 يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وكل عام وانتم بخير. أوروبا وفلسطين، شراكة وجوار. لهيك منكم مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقة.
لهيك منكم مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا، بنشكر كل اللي شاركوا معنا من هن الفايزين معنا بالجوائز المقدمة من الاتحاد الأوروبي. مني أنا دانا أبو شمسية ومن طاقم العمل أجمل التحية على طيب المتابعة. بنشوفكم بكرة بحلقة جديدة من برنامج أوروبا في فلسطين. إلى اللقاء.